نصل إلى ختام هذا الملتقى، وكلمة الختام ستكون للشيخ أستاذ حمزة علي الجربي. تفضل الشيخ حمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. البيان الختامي باسم كلية العلوم الشرعية بن سلاتة لملتقى تأبين الشيخ الشهيد نادر السنوسي العمراني رحمه الله تعالى. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: أشد الناس عذابا من قتل نبيا، لأنه سعى في الأرض بالفساد، ومن قتل عالما فقد قتل خليفة نبي، فهو ساع في الأرض بالفساد أيضا. ولهذا قرن الله بين قتل الأنبياء وقتل العلماء الآمرين بالمعروف في قوله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. هذا وقد تلقت أسرة كلية العلوم الشرعية بمسلاتة بالغ الأسى واللوعة والحزن خبر استشهاد الشيخ الدكتور نادر السنوسي العمراني شهيد السنة بإذن الله تعالى رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وإن المنتسبين للعلم الشرعي في هذه الكلية وخارجها في مدينة مسلاتة وأهل الحق والعدل لا ينكرون على هذا الفعل الجبان باستباحة دم مسلم عالم كرس حياته لدراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عن بيضة الإسلام. وإننا في هذا المقام لنعزي أبوي الشهيد وأسرته، ونعزي أهل العلم الشرعي وطلبته في أقطار الأرض جميعا في داخل ليبيا وخارجها رحم الله الشيخ رحمة واسعة. وكذا نعزي كل غيور على الإسلام ومحب للعلم وللعلماء العاملين، ونعزي كل غيور على الإسلام ومحب لأهل العلم العاملين. كما نوجه رسالة إلى عامة أهل بلادنا بأن احترام العلماء العاملين وحبهم وإنزالهم منزلتهم اللائقة بهم هو دين يدين الله تعالى به كل موفق، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: محبة العالم دين يدان بها. هذا وإننا لنطالب أجهزة القضاء في البلاد أن تقيم شرع الله في القصاص بلا هوادة في من قتل الشيخ رحمه الله تعالى. اللهم ارفع درجة عبدك الفقير إليك نادر الشيخ نادر العمراني في المهديين. اللهم ارفع درجته واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. صدر في كلية العلوم الشرعية بمسلاتة بتاريخ 27 صفر 1438 هجري الموافق 27 نوفمبر 2016 للميلاد. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.